السائلة أمينة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الإجهاض للجنين إذا علم أنه مشوه، وما الدليل على ذلك؟ مأجوري. لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة، إذا كان في بقاء الطفل خطر على حياة الأم، إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم فإنه يجهض لأجل المحافظة على حياتها، ولا يتم الإجهاض إلا بفتوى رسمية من دار الإفتاء مبنية على تقرير طبي موثوق أن بقاء هذا الحمل في الحامل خطر على حياته. المسألة ليست سهلة، يقصد التخلص من الأجنة، أما الطفل المشوه فيترك إلى ربه سبحانه، ما دام الأم ليس عليها خطر يترك الجنين، إن سلم وحيا فالحمد لله، وإن مات أو بقي مشوها فالحمد لله كذلك. نعم.